روحك من أخلاقك. حاجة محزنة قوي لما تبقى عارف سبب سعادتك وفاهم كويس قد إيه هيفرق معاك إنك تسعى وتاخد خطوات تجاه السبب ده، وفاكر إنه مفيش حاجة في إيدك تعملها. لا، دايما في حاجة تقدر تعملها، أنت بس اللي بتختار الأسهل حتى لو كان في الحقيقة مش مريح. ده اختيارك، كل واحد بيختار اللي بيحصل له واللي بيعمله. مفيش حاجة اسمها الظروف، ولا حاجة اسمها أصلي مقدرش عشان تبعيات قراري أو النتائج اللي هتترتب عليه. كل حاجة ليها تمن. الاختيار اختيارك، والقرار قرارك. يا إما تعيش في دور الضحية، ضحية ظروف بقى أو أشخاص أو حتى أفكار، أو تختار إنك تتحمل مسؤولياتك وتمسك مفاتيح حياتك في إيدك. أي حاجة بتحصل لك هي اختيارك وإنت السبب فيها. مهما كانت المعلومة دي صادمة، فهي الحقيقة المطلقة. راجع نفسك واختياراتك قبل ما تشتكي. لو عندك رغبة حقيقية في التغيير، هتلاقي مليون باب مفتوح. اختار يكون عندك شجاعة الاختيار. اختار يكون عندك إرادة قوية وحقيقية. ساعتها هتتيسر لك كل السبل. روحك من أخلاقك. روحك من أخلاقك.